المفروض ان انا دلوقتي نازل اقابل واحد صاحبي بقالي تقريبا 12 15 سنه ما شفتوش، عايش طول عمره في امريكا. فجات لي فكره النهارده ان ليه ما اتكلمش معاه عن السفر في امريكا وعن الشغل في امريكا، وهل الواحد فعلا كمصمم جرافيكس او كفريلانس او يعني واحد شغال فيلم ميكنج مثلا، هل يقدر يشتغل ويعيش في امريكا ولا لا؟ فهقابل احمد مصطفى ونشوف بقى. انا اصلا متاخر عليه جدا، يعني انا عايز اقول لكم ان انا فعلا تقريبا متاخر عليه حوالي نص ساعه، وده راجل امريكي يعني عايش طول عمره في امريكا ومعاه جنسيه وحاجات كده، فاكيد اكيد مش هيبقى انطباع حلو خالص. يلا بينا. المفروض ان احمد دلوقتي دخل التويليت، فانا بقى مستنيه لما يخرج عشان اقفشه ونتكلم بقى معاه شويه في السفر في امريكا او السفر لامريكا، الشغل هناك عامل ازاي، صعب ولا سهل، لو واحد فريلانس او واحد اصلا ما عندوش اي موهبه او خبره في اي حاجه، هل سهل ان هو يسافر امريكا ويعمل حاجه هناك فعلا يلاقي شغل ولا لا، هل في سبوبات في امريكا ولا ما فيش؟ كل ده هنعرفه من احمد لما يخرج من الحمام. منه الراجل ده على فكره مشهور جدا. اني واحد ده؟ احمد ابو زيد. ايوه. واحد تاني برضه بيعمل سلسله ابدا. سلسله اسمه ايه؟ طب ما تعرفش اسمه ايه؟ اسمه احمد محسن. احمد محسن. احمد محسن. ثواني كده، هو شغال ولا لا؟ شغال. اهو نت. ده احمد مصطفى. كنت متفاجئ انت بالتصوير على كده؟ مش عارف اقول لك ايه. متوتر انت؟ اه والله لسه لحد دلوقتي. لا والله. انت المفروض راجل من امريكا يعني، المفروض ما تكسفش ولا ايه؟ لا ما تكسفش ولا حاجه، بس هو يعني الواحد اول مره يتعامل مع كاميرا وكده يعني. انت معاك الباسبور احمد دلوقتي؟ اه معايا الباسبور. وريني كده دلوقتي. لا معاكش ورق؟ معايا ورق. بجد معاك بطاقه يعني؟ بس مخبيه عشان ما يتسرقش. الشارع ده بلدي تاني. انا كنت عايز اوريهم الباسبور بس يا كده احمد عشان نثبت ان انت من امريكا يعني. ياخدوا البيانات بقى. لا والله. طب ايه اللي يثبت لنا احمد ان انت من امريكا؟ افرض الناس دلوقتي مش مصدقك. يعني واحد ممكن يتكلم انجليزي مثلا. طب قول لنا جمله كده. قول لنا جمله بالانجلش كده على المكان اللي احنا فيه مثلا. Hello everybody. My name is Ahmed. حلو ده. Nice to see you all. احمد صاحبي من حوالي 15 سنه تقريبا. بقالنا 15 سنه اصحاب. يمكن اكتر كمان تقريبا. انا عرفتك امتى يا ابني؟ في اعدادي باين ولا يعني في اواخر الاعدادي؟ اعدادي صح. ثانوي يعني. ثانوي اكتر. اه يعني بقالنا 15 سنه تقريبا. تقريبا اه. وطبعا عرفنا بعض كام سنه في الاول كده، وبعد كده خلع هو طبعا ما شفناهوش تاني، وبقالي 12 سنه ما شفتوش مثلا، 10 سنين حاجه زي كده. ناس كتير قوي دلوقتي بتبقى عايزه تسافر امريكا، او ناس كتير دلوقتي عايزه امتى اسافر امريكا وامتى ما اسافرش. واحد مثلا فريلانس او واحد جرافيك ديزاينر شغله كويس الى حد ما، بيشتغل في شركه مثلا بيقبضوا 3,000-4,000 جنيه، هل حلو ان هو يسافر امريكا لو بالظروف دي؟ يسافر ولا ما يسافرش؟ لازم يسافر ايا كان بقى، حتى لو ظروفه حلوه في الشغل او حتى لو بيقبض مرتب كويس. فكره ان انت بتتعلم في حياتك هناك خبره عمليه اكتر، بتتعامل مع ناس هيقدروا يفيدوك اكتر عن مجالك، وتتشجع اكتر ان انت تعمل حاجات احسن. لكن هنا في مصر دايما هتقابل مع الناس المحبطين اللي هم هينزلوك تحت بافكارهم، تلاقي نفسك ما ترقتش خالص في البوزيشن اللي انت فيه. تسافر امتى بقى؟ الفكره ان انت خلص دراستك من هنا وابدا اسعى في اجراءات الهجره يعني، مش ما تقدرش ان انت تقعد فيها يعني اصلا. شوف شوف كده لو في جيش ولا حاجه برضو يعني قضيه، عشان ما تزعلش من الحكومه منك. دي اهم حاجه دي. عشان اهم حاجه ما تزعلش الحكومه منك، لان انت هترجع لها تاني. انت المشكله اللي بيسافر اول مره مصر وكده، فبيضطر ان هو يسافر بفيزا مؤقته. فانت كده كده راجع. لازم هترجع تاني وهيقرفوك. طب ليه؟ طب يقرفوك ليه ويحطوك بعد كده في مسائلات قانونيه؟ لا انت ظبط حالك. طب اسالك سؤال يا ابو حميد، انت مبسوط في امريكا؟ الحمد لله. مبسوط قوي يعني ولا نص نص؟ لا مبسوط بدرجه يعني كافيه ان الواحد يقدر يعيش فيها من غير ما يرجع تاني. ناوي ترجع تاني هنا مصر تعيش ولا خلاص؟ نفسي ارجع مصر في حاله واحده بس، لما اكون مستكفي يعني. مش مستكفي يعني ماديا مثلا، ولا عندي مثلا حاجه خاصه بيا وتقدر ان هي تعيشني لوحديها.
مصر فيها حتت كتيرة جدا الواحد لما بيروح لها مثلا كزيارة ولا حاجة من الأحياء اللي هي النظيفة والغنية بيحزن والله على حاله في الأحياء اللي الواحد بيعيش فيها. طب أنت رأيك إن في ناس عايشة هنا في مصر ونفس عيشة أمريكا بنفس الستايل؟ مستريحين أكتر كمان. أكتر كمان. حلو. حاجات بتجيلك لغاية عندك مش عارف إيه. أنت بتشتري صحتك بإيدك يعني. طب أحمد أسألك سؤال عجيب شوية. يعني مستواي أنا مثلا كمستوى محمد زقزوق ده في أمريكا عامل إزاي؟ ده في مستوى الرجل يعني المتوسط ولا الفقير ولا الغني؟ بالعكس مستواك ده يعني بالأرقام كده يعتبر طبعا متوسطة متحسنة كمان. ده في شغلي مثلا ولا ده في ايه بالظبط؟ انت بتتكلم على اساس ايه؟ بالنسبة لدخلك في السنة يعني دخلك بالنسبة لدخلي في السنة اللي هو الجرافيك ديزاينر ده متوسط دخله 90,000 في السنة. 90,000 دولار. بس اللي انت متعرفوش احمد ان احنا اصلا ما بيقبضش. اصلا معظم هو دايما هو 90,000 دولار ده بيبدأ حياته عادي خالص زي ما انت ممكن تبدأ هنا فريلانسر. تمام. تعرض اشغالك على كذا شركه وكذا شركه دول باسمك وسمعتك تقدر ان انت تقدم شغلك لشركه اكبر لحد ما توصل للشركه اللي تستريح معاها وتدي لك مرتب ثابت مستريح وهكذا. برضه نفس الفكره دي بالنسبه للي بيسافر امريكا نفس الحكايه. يعني انا مش محتاج يكون معايا مثلا دبلومه معينه او مش محتاج ان انا أمريكا يكون لازم يكون مع حتى لو انا جرافيك ديزاينر شاطر وعندي بورتفوليو كويس محتاج ان انا يكون عندي يعني زي دبلومه في حاجه معينه صح؟ ولا ايه بقى؟ عشان زي سمعه كده حاجه كده ليها دعوه بالسمعه والرسميات. رسميات يعني برضو وبلد شهادات. ايوه يعني ما لو انت ما فيش حاجه اسمها انت عشان شاطر تشتغل صح كده؟ ممكن تشتغل بس بتشتغل بقى ايه زي تحت الترابيزه كده للناس مش باين يعني او مش اللي هو مستخبي يعني مش هتبقى حر برضو بتبقى فريلانسر برضو بس فريلانسر مثلا بتقدم شغلك مش على نطاق الشركات الكبيره هتبقى مثلا على نطاق اللي هي الشركات البيزنس الصغير يعني ودول هتلاقيهم كتير برضه بدولك بالساعه الساعه بتاعتك بتبقى اقل من الشركات الكبيره لكن في الاخر لما تبني حياتك مع الشركات الصغيره هتلاقي نفسك عرفت عملت فلوس يعني عرفت النظام ماشي ازاي هتاخد الكورس ده ولا الكورس التاني اللي بيدي لايسنس معين اللايسنس دي تقدر تشتغل بيها في الشركه الاكبر وحياتك خلاص انت كده منظم حياتك ممكن اصلا ما تشتغلش من بيتك ممكن تفضل حياتك تتنقل من بلد لبلد وشغلك كله على اللابتوب بتاعك وما اعرفش ايه شغل يعني مصمم الجرافيكس هناك حياته يعني كمثلا كمستوى افضل بكتير من اي مكان افضل مستوى كويس يعني يتحط مثلا من ضمن المحاسبين او المحامين او الدكاتره صح كده ولا اقل شويه لا المحاسبين مش درجه تتقارن مش درجه اصلا لا قليلين يعني الناس الكرييتيف هناك حسب ده 60,000 مثلا المتوسط يعني السالري بتاعه في السنه حلو انت 90 مثلا ممكن يوصل ل 120 ولا حاجه كويس جدا جاهز تاني؟ في تاني كلام؟ جاهز؟ بجد ولا في كلام تاني؟ انا عيد تاني اصلا يا راجل ما هو جوه كان دوشة محفوظهم بالعافية والله تيجي نروق اشرب؟ يلا نروق اشرب انا مش شايف حاجة تشاف حاجة؟ انا حاسس ان انا شايف مربع بيجري ما هو المربع ده بتاع الفوكس بص كده كده الفوكس عليك انت ايه رأيك؟ مش هيجي عليك انت؟ لا خلاص هو كده بقولك كده خلاص عليك انت كده انا عليا بقى يعني هو الفوكس بيبقى على واحد بس والتاني بيبقى انا وانت كده في نفس الفوكس فاهم ازاي انا كده في الفوكس وانت لا انت لا شفت بقى طيب انا دلوقتي واحد عندي 31 سنه ماشي هل ده الوقت المناسب ان انا اسافر ولا المفروض ان انا وانا عندي 22 سنه او انا عندي 25 يعني هل في سن معين السفر ولا مفيش ان انا اقدر اقول دلوقتي ان انا اقدر اسافر دلوقتي مثلا بص من ناحيه ان انت سنك 31 او 32 فانت لو ما سافرتش ابدا سافر يعني فكره السفر اصلا حتى ولو بتسافر جوه البلد في مصر اي محافظه اي اي حاجه بتلاقي دايما فكره ان انت بتتعلم طول ما انت ماشي في حياتك
يعني هي اصلا انت قصدك تقول ان السفر في حد ذاته عموما تجربه حلوه تجربة لاي بني ادم يعني. طب انا دلوقتي لو فكرت اسافر امريكا علشان اشتغل او علشان اخد دبلومه مثلا في الجرافيكس او اخد كورس معين وابقى بني ادم في امريكا كجرافيك ديزاينر يعني هل ده دلوقتي وقت مناسب ليا انا مثلا كمحمد زازوق ولا ده انا اتاخرت؟ لا ما تاخرتش، لا لسه بدري يعني. فكره زي ما انت ماشي في طريقك كده، ابدا في الطريق اللي انت ماشي فيه او انت كمل فيه زي ما انت بتعمل. راسل الشركات بره وقدم لهم افكارك واعمالك وان شاء الله هتتواصل، هتلاقي حد مثلا يقدرك ويقول لك تعالى مثلا بعد عمل او حاجه زي كده. طب انا احسن يا احمد ان انا اسافر وانا واخد عقد العمل بتاعي من هنا، ولا ان انا اسافر وادور من هناك؟ اني اسهل او اني احسن؟ لو انت معاك العقد العمل من هنا، انت لما هتروح كده هتبقى هتبقى معاك فيزا محدوده زي فيزا سياحه او فيزا دراسه او فيزا علاجيه، فانت انواع الفيز دي مش هتخليك ان انت تشتغل بشكل قانوني. تمام. وبالتالي هتبقى مش واخد حقك يعني، مش تبقى حر يعني. 12 سنه ما شفتكش؟ 12 سنه 12 سنه ما شفتكش. الايام بتجري بقى منور. كل مره بنقابل اشوفك المره الجايه امتى؟ كمان 12 سنه مثلا؟ يعني كمان سنتين. انت نازل كمان سنتين ان شاء الله احمد مصطفى؟ كمان سنتين نعمل معاه فلوج بقى. يلا بينا نشوف كام واحد سافر كده وكده، تكونوا بقى معانا امريكا بقى ان شاء الله. بالظبط. ايش يا معلم؟ مش عايز حاجه؟ سلام عليكم. يا باشا حبيبي الدنيا حر قوي، معرفش شتا ده ولا صيف ولا ايه. لو عجبكوا الفلوج ده قولولي في الكومنتس تحت علشان نعمل فلوجات تانية. يعني زاك توك متوقف بقاله فترة علشان انا كنت شغال في كورس الموشن جرافر، بحاول اخلصه وانجزه قبل الديدلاين بتاعه المفروض ان هو يخلص على يوم 10/4، فبحاول انجز شوية في الدروس بتاعته، بسجل هو مفاضل تقريبا 13 درس، بحاول اخلصهم بقدر الامكان علشان افضى شويه اليوتيوب. ليه ما صورش فلوجز مش كل يوم يعني، كل ما يبقى في حاجه مهمه تتقال يعني. ويا ريت تقولوا لي برده رايكم في موضوع السفر ده، هل هو فعلا موضوع حلو يعني مشروع كويس ان انت تسافر وتسيب كل احلامك وطموحاتك في بلدك اللي انت ساعات ما بتعرفش تحقق منها اصلا اي حاجه وتسافر فعلا؟ يعني هل ده كويس ولا وحش؟ يا ريت تقولوا لي في الكومنتس تحت عشان لو كده ممكن ناخد بعضينا ونسافر بقى ونهاجر لاي قطعه من القطع في العالم، يمكن يكون في فرص احسن واحنا فعلا مش واخدين بالنا منها. قولوا لي في الكومنتس تحت رايكم، هيفيدني جدا واكيد هيفيد الناس اللي بتتفرج يعني. وبكده يكون الدي ده الحمد لله خلص. اتمنى يا رب ان يكون الفلوج ده عجبكم، لو عجبكم اكيد هنعمل تاني كتير ان شاء الله باذن الله يعني. كان معاكم محمد زازوق من zacworkers.com. معرفش الاوترو دي حلوه ولا لا، بس هي دي اللي عندي دلوقتي، دي الفلوج. اشوفكم بقى، باي باي. اجمل حاجة في المعادي ان كلها شجر، فانت هتصور في اي مكان هتلاقي المنظر جامد جدا. انا فخور ان انا ساكن في المعادي.